شحال هادي تجار البيعه والشرايه مالي الحوانت كانوا ملي كيحلوا الحوانت ديالهم كل واحد فيهم كيخرج كرسي كيحطوه في باب الحانوت، ولما كيجي عنده اول زبون كيتقضى من عنده كيعطيه داكشي اللي بغا كيتخلص من عنده كيدخل كيخرج وكيدخل هذاك الكرسي اللي كان عمل في باب الحانوت، والحوانت الاخرين باقي قدامهم الكراسة. السؤال يا سيدي ميلود، علاش هذا التصرف؟ انا عاود لك السؤال وركز، طريقة طرح السؤال يمكن تحيلك بالجواب. شحال هادي تجار خصوصا في المدن القديمة المغربية وحتى في بعض المدن العربية العريقة، كانوا التجار لما كيحلوا الحوانت ديالهم كل واحد فيهم كيخرج الكرسي اللي عنده في الحانوت وكيحطه في باب الحانوت، ولما كيجي عنده أول زبون كيبيع معاه ويشري كيستفتح كيخرج وكيدخل هذاك الكرسي عاود لقلب الحانوت، وكيكونوا حوانت أخرين مازال الكراسة على برا محطوطين في بيبان الحوانت ديالهم. علاش؟ وأنا قلت لك في البداية غادي نشوفوا سمو الأخلاق اللي كانت في المجتمع. وفكار دابا وحلل الكلمات اللي قلت وغتقول لنا ان شاء الله علاش. شنو كتقول يا سيدي ميلود؟ يعني باش كل واحد باش يعني باش يجلب الكليان كما كنقولوا او الزبناء، باش يجلب الزبناء يعني كيخرج الكرسي ويدخلو باش يجيب الزبناء. هو العكس تماما يا سيدي ميلود، وانا قلت لك سمو الاخلاق اللي كانت. مع تحياتي اليك وشكرا على المشاركه ديالك السي ميلود. قلت اذن يا مشاهدي الكرام ومستمعي الاعزاء، كان شحال هادي ملي كتحل الحانوت كتخرج الكرسي وكل واحد كيدير نفس الفعل، ملي كيجي عندك اول زبون كيشري منك كتستفتح كتدخل الكرسي، ويلا جا عندك زبون اخر واخا تكون عندك البيضاعة، شوفوا على أخلاق كانت، واخا تكون عندك البيضاعة اللي طالب لك الزبون كيخرج من الحانوت لباب الحانوت وكيشوف شكون هو الحانوت اللي باقي قدامه الكرسي، وكيقول له سير عند هذاك راه عنده باش يعطي فرصة لجارو حتى هو يبيع ويشري، واللي باع وشرى اللي استفتح اللي دار أول عملية في ذاك النهار كيدخل الكرسي باش كيبين أنه راه استفتح كيعطي فرصة الجار والبيع والشراي الآخر. يا سلام على السمو ديال الأخلاق كيف كان. يا سلام لو أننا نسترجع شوية من الأخلاق ديال المجتمعات ديالنا. إلا كانت غتكون عندنا شي نوستالجيا باش ما تسمىو شي قدام ودايما كنفكروا في داك الشيء الماضي، فعلى الأقل وعلى الأكثر تكون عندنا نوستالجيا للأخلاق الراقية اللي كانت عندنا. شفتوا على صورة شحال جميلة، أتمنى أنها تعطينا درس في الأخلاق.